به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. نعم، لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق، خلق الله عليه ما أخلق الله عليه ما هو خير منه، وهو الريح. سخرنا له ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك من فعل شيئا لأجله أعطاه الله أفضل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال.